تعبت؟ طب وإيه المشكلة ما تتعب؟ هو أنت الناس لما بتدعي لك بتقول لك ربنا يديك على قد؟ هو لو ما فيش تعب ربنا هيديك؟ أمال أنت عاوز توصل لحلمك إزاي يعني؟ وأنت مرتاح ومدلع؟ بس ما فيش حاجة اسمها نجاح من غير تعب. ولو مش قد التعب فكك بقى من الدلع ده بقى. عاوز حد يدلعك؟ روح كتير اللي ممكن يدلعك يا عم، اقعد في البيت. عاوز تسترجل؟ استرجل وانا في ظهرك، هتتمعي هتلاقيني في وشك وبديك بالجزمة. هي سنة عاوزة رجالة، انت بقى من الرجالة اللي عاوزين مصلحتهم؟ اتعب، ما هو انت جاي تتعب عشان ربنا يديك على قد تعبك. لو مفيش تعب مفيش حاجة في اخر السنة، وساعتها هتتعب بقى التعب التاني النفسي اللي هيخليك كاره نفسك سنين كتير قدام. كاره نفسك ليه؟ ما انا ما تعبتش الاولاني فبتعب التاني. كده كده هتتعب، اختار انت عاوز تتعب انهي تعب. التعب اللي بمزاجك اللي كلها شوية ونخلص منه وجع ساعة ولا وجع كل ساعة، ولا التعب التاني اللي ما بيروحش؟ تعب يوم النتيجة والله يا ابني، واسأل اللي سبب بيسيب. بص مش جرح، معجنة مجزرة في جسمك ما بتروحش. بس التعب الأولاني اللي هو بمزاجك ومذاكرة، هو أنت لما بتخلص الامتحان بتاع آخر السنة في أي سنة وبتروح تهيص وتمهيص وتنام وتصحى، إيه المذاكرة بتبقى وجعك لسه ولا خلاص؟ خلاص. شوف انت عاوز انهي تعب بقى، يلازمك ولا تعب يخلص، ولا انت عاوز ايه؟ مش عاوز امتحانات؟ طب متحق وانا ماسكك؟ هو انا ماسك عليك زل عشان كده انت قاعد؟ امال ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ يابا بتخلص، بتخلص خلاص، يا تخلص صح يا ما تخلصش اصلا. هتفوق امتى من الغباء اللي انت فيه يا ابني؟ مفيش حد عدوك الا انت، انت اللي عامله في نفسك.